السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على المشروع نتاع الميناء نتاع وهران، وعلى الطريقة المنفذ نتاع الميناء نتاع وهران. راح نشوف نظرة من الفضاء عبر جوجل، إن شاء الله تكون عندنا صور يعني محدثة، دي فوتو ميزاجور. وفي الحقيقة هنا المشروع هذا ينقسم إلى زوج مشاريع، كاين زوج مشاريع كبار في مشروع واحد متصلين في بيناتهم بحكم الموقع الجغرافي، وكذلك بحكم التكاملية نتاع المشروعين متكاملين. المشروع الأول هو التوسعة تاع ميناء وهران، والمشروع الثاني هو إنجاز المنفذ جديد نتاع ميناء وهران. إذن هذا المشروعين، المشروع الأول نتاع اللي يخص التوسعة نتاع ميناء وهران راه يعني قريب يكمل، يعني مازالت في الرتوشات الأخيرة. هنا نشوفوا التوسعة تاع وهران، والصورة تعود إلى شهر أوت الماضي، عندها شهر، هذا شيء جيد. هنا شاهد التوسعة نتاع الميناء نتاع وهران، هذه هي التوسعة. وهنا نروح نشوف الطريق المنفذ تاع وهران الجديد اللي من على الشاطئ على الساحل. هنايا هذا هو المنفذ، هنايا الأشغال ما زالت به مستمرة، والشيء يعني الجزء الوحيد، يعني كل المسار تاع الطريق يعني مهيأ، يعني الكولوار تاع الطريق مهيأ، والطريق هذا فيه زوج أنفاق وفيه أنفياديك وجسر. إذن الزوج أنفاق انتهت الأشغال منهم، وبقى لو فياديك هذا هو هنا مازال لم ينتهي بعد. الفياديك هذا، الجسر هذا، شوف هنا الأساسات نتاعو، هنا نلاحظ الأساسات نتاع الجسر، مازلنا في مرحلة وضع الأساسات نتاع الجسر. والطول ديالو هنا كي نشوفو، هذا هو المدخل تاع النافق الثاني، وهنا النافق الأول، وهذا الجسر الطول ديالو 952 متر، حوالي 1 كيلومتر. هذا هو الجسر اللي مازال قيد الاشغال، اللي به يكتمل كل المسار نتاع طريق السيار هذا، اللي يجي من الميناء ويعقب هنا تحت هنا عندنا تينال، ويخرج هنا، هاي هنا الخرجة ديالو هنا في هذا الموقع، هنا يخرج ويكمل هنايا في الطريق السيار الرابع نتاع وهران، لو كاتريام بيريفيريك. هذا هو الكاتريام بيريفيريك، السيار الرابع نتاع وهران، وهذا السيار الخامس نتاع وهران هنايا. اذا هذا هو المشروع. وهنا نشوف، نروح نشوف جريدة لو كوتيديان دوران الصادرة ب 22 سبتمبر 2021، أي هذا الصباح، واش تقول؟ تقول بأن المشروع هذا راح حابس، وتم قرار بتخصيص غلاف مالي ب 14 مليار دينار لإتمام المشروع هذا، اللي قلنا يتخص الأشغال به، تخص غير الجسر الممتد ما بين النفقين، وهو بطول 1 كيلومتر. وهذا الجسر فيه الأساسات والأعمدة، راه قيد الإنشاء، مازال يحطوا له الطابليين تاع الجسر هذا. إذا بقات هذا الجزء واحد، زائد الوضع نتاع لو طابي اون بيتوم، يعني الكودرون كل لو كومبلكس نتاع التغليف نتاع الطريق، يعني الكولوار موجود، الأرضية كاع موجودة، والرواق نتاع الطريق موجود كلية ما عدا الجسر.
إذن تبقى قضية لا بوز دو غودرون والإتمام نتاع المشروع نتاع الجسر هذا. وهنا في الارتيكل هذا يأكدوا بأنه المشروع هذا الحق حوالي 90% من نسبة الإنجاز. إذن هذه هي دوبل فوا. وليتونال كان واحد فيه 1700 متر وسيدي بدي تونال بي تيوب، وهذا أمر جميل جدا ورائع، لأنه النفقين الاثنين هما في الحقيقة أربع أنفاق، يعني سيدي تونال بي تيوب كل نفق يتكون من نفقين، واحد للطريق يؤدي واحد لآخر للطريق باش يجيب. وفي الطرق هذه الاثنين هي طرق نتاع ثلاث أروقة. وسوف نخليكم الآن مع الفيديو، نروح نشوفوا الفيديو اللي تاع المسار هذا كله في الفيديو الثاني.